إن شاء الله بإذن الله. كابتن رضا، السؤال الأخير، رأيك إيه في الناس اللي بتقول إن نادي الجونة هو الأهلي رقم 2، وإن أسهل المباريات للأهلي في الفترة القادمة هي مباراة الجونة في الجونة؟ مباراة لها اللقاء اللي فات الاهلي، احنا متعادلين مع نادي الاهلي في اخر دقيقة. ده حقيقي. ده اول حاجة على الرد ده. ثانيا، لا انا بقول لك من دلوقتي مباراة الاهلي في الجونة مش هتبقى مباراة سهلة للنادي الاهلي خالص خالص، ونادي الاهلي عارف كده، الناس كلها عارفة كده، وانا لعيبتي لا يمكن في وقت من الاوقات اقول لهم لا بالراحة شوية، ما بيحصلش مع اي فرقة ايا كانت، مفيش الكلام ده خالص ومش موجود ولا هيطرح ولا في نقاش اساسا. وايا كان انا بلعب على الثلاث نقط كل ماتشاتي الحمد لله، وكل الماتشات بلعب ان انا نكسب، ما حتى ما بتعادلش، مش عايز اتعادل، انا عايز اكسب دايما طول الوقت. ولكن التعادل مع الفرق الكبيره مهم، انما ما اخرجش فاضي، انما المباراه سهله لا لا مش سهله خالص. تعتقد ان في اي مدير فني في العالم يقدر يغامر باسمه بالمكان اللي هو ماسكه؟ مش بص يا مهيب، صعب هي جدا الفكره كمان والله. مش باسمك بس، هل انت تقدر تخلي لعيبتك ما تحترمكش؟ طبعا، برافو عليك، لا يمكن، لا برافو يمكن، عليك. لا يمكن. يبقى انا شكلك اقبل ده قدامهم ليه؟ ايه؟ اقبل ايه؟ وهقول لك حاجه، لو انا حتى يعني لو انا عايز اعمل كده، وانت فاكر النادي اللي انت ان انت هتسيب له الماتش ده هيحترمك؟ يعني سواء نادي الزمالك او النادي هيحترموك؟ الاستحاله، انت عمرك ما هتبقى مصدر ثقه للناس دي تاني صح اساسا لو انت عملت صح حركه زي دي او موقف زي صح ده، ولا لعيبتك هتحترمك، هتبقى خسرت لعيبتك وخسرت النادي خسرت اللي انت نفسك اول بتنتمي ليه، حاجه، خسرت كل حاجه، انت خسرت خسرت نفسك كل كده قدام المرايه كده، خسرت نفسك، ده رقم واحد. طب قدام بالظبط. انا ما لعيبتك، اقدرش اطلب، قدام ادارتك، قدام انا اقدر النهارده النادي اقول اللي انت للعيب كنت بتمثله حتى. بالظبط، انا اقدر اقول للعيب النهارده اعمل اقصى حاجه عندك، ما اقدرش. لو انا عملت كده ما اقدرش اطلبها منه تاني، انت بتكسر حته مهمه جدا في المدير الفني. ما اظنش ان حد يخسر كل ده عشان يبقى ماتش سهل او ماتش انا عايزه، لا استحاله، صعب صعب جدا 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 يعني. كابتن رضا، يعني بتمنى لك التوفيق وبشكرك واسف للاطاله، وكل حبيبي يا التوفيق مهيب ليك ربنا والله، يخليك. وانا سعيد بيك والله بالاداء اللي انت بتاديه وبمجهودك وبثقتك بنفسك، وان شاء الله جاي بقوه بشكل كبير جدا في عالم حبيبي التدريب، ربنا يخليك يا مهيب يا رب، وكل ربنا الدعم ليك يخليك والله كابتن رضا باخلاقك حبيبي العاليه وفنياتك العاليه، وان شاء الله كل التوفيق ليك والجونه ولاي